بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني وبنردد أعز إخواني كلنا واحد إيد بإيد. محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرقة عزيمة وقوة حديد. مفرقة والطفيلي والعداوي مية مية جرشي مدباوي أهل الكرم والحمية. نشميوي بالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزمو إصرار. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هذه بلدنا، ونحن الآن بضيافة السيد المحترم السيد كايد المليطي. بداية سيدي أسعد الله أوقاتك. أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا فيكم، حياكم الله في مادب الإباء، مادب التراث، مادب الحضارة. حياك الله أستاذ الكريم. أنتم ما شاء الله المطعم التركي أشهر من أن تعرفوا في هذا القطاع، وحضرتك سيد كايد المليطي رجل ناجح، تحكي لنا تعريف بالبطاقة الشخصية ومتى تأسس هذا المطعم؟ أول شيء أنا كايد محمد إسماعيل مليطي، مواليد مادبة، متزوج وعندي الله رزقني بأولاد وبنات. فكرة المطعم التركي وفكرة الماي ميل بروستد وفكرة حلويات رائد القاضي حبيت أنا أدخلها شيء جديد على محافظة مادبة. مادبة بينقصها أسماء عريقة أو شيء غريب، لأنه يعني تعودت مادبة في منذ القدم على أشياء شعبية، فأنا حاولت أني أقدم شيء لمادبة جديد يبسطهم ويعطي يعني برستيج أو يعطي لون أفضل من اللي كانت فيه مادبة. مثل ما كلمتك أنا تاجر، اشتغلت في عدة مجالات كثيرة، ولكن الآن يعني حولت كل أعمالي من المملكة العربية السعودية إلى الأردن، فحبيت أستثمر في بلدي. بلدي بلد الأمن والأمان وبلد الخير، فمهما تغربت مهما بعدت مصيري إلى مسقط رأسي، فإذا ما أثمرت في بلدي ما راح أثمر برا. فالأشياء اللي دخلتها على مادبة، وإن شاء الله في أشياء قادمة راح تسمع فيها عما قريب، ولنا لقاءات معكم إن شاء الله في قناة جوسات وبتشرفوني، وأنا بحييكم على حضوركم في هذا اليوم إن شاء الله. راح أقدم كل شيء طيب لأهالي مادبة بإذن الله. جميل جميل، إن شاء الله بالتقدم وللأمام. سيد كايد تحكي لنا عن أهم الخدمات اللي بتقدموها في هذا المطعم بحيث أن نوضح للسادة المشاهدين أكثر وأكثر عنكم. أهلا وسهلا. بخصوص المطعم التركي حبينا نتخصص في المشاوي التركية، خلطة مميزة مش موجودة إلا عند مطاعم قليلة جدا، منها مكسيم اللي موجود في زيزيا، ممكن مشهور على مستوى الأردن. فهذه خلطة خاصة بنكهة خاصة بطريقة لتتبيلة الخبز للدجاج لكل النكهات بشيء معين غير اللي موجود في السوق. ممكن مثلا لو دخلت أنت على مطعم تأكل دجاج شواية، تأكل دجاج طبخ، تأكل بس دجاج مقطع حسب الطريقة التركية، هذا مش موجود، نادرا ما يكون موجود في الأردن، وبأقل الأثمان. بأقل الأثمان هذه مهمة جدا، أنه أسعارنا يقدر عليها أي مواطن أو أي زائر لمطعم التركي في مادبة. يعني خلينا نحكي أنه الأسعار في متناول الجميع وخدمة مميزة أيضا. إحنا يعني أول شيء من الأشياء الضرورية اللي إحنا بنقدمها هي النظافة. نظافة منتجنا هي اللي رغبت فينا الزبون وكبرتنا قدام الجيران كزباين وإلى آخره. فإحنا بنهتم بالنظافة، حتى السعر يعني ما بين قوسين كان مهم لنا جدا. فينا إحنا نرفع الأسعار مثل موجودة في السوق، ولكن لا، حبيت إنه كل المواطنين كل شعب مادبة إنه يزورني وشوف الأسعار اللي عندي وشوف الجودة وشوف النكهة ويذوق الطعم وما يكون خاطر إلا طيب. سيد كايد طبعا انت بتعرف انه في اكثر من عمل بواجهوا صعوبات ومشاكل ايضا معوقات، تحكي لنا عن المعوقات والمشاكل ان وجدت عندكم سيد كايد. كل المعوقات ان شاء الله تكون بسيطة، مدام حبيت العمل ورغبت العمل اذا كله بهون عليك.
المعوقات اللي من بعضها احنا بنعاني من الشاب الاردني، بنحاول احنا نكسر العجز البطالة ونشغل اردنيين، ولكن للاسف في مجال المطاعم مجال الحلويات احنا بنعاني في هاي المشكلة. بنجيب مثلا شباب بنعلمهم وبندربهم حتى يكون جاهز واموره كلها في السليم، بتفاجئ انه صار عنده ظرف وبقول لك انا شكرا انا بعتذر منك والى اخره. هذه من الاشياء اللي احنا اضطرينا احنا نجيب مثلا عمالة مصرية او سورية او جنسيات اخرى اللي نقدر فيها نزاول مجال عملنا. جميل. خلينا نحكي بتعقب على نقطة بس، انه من ناحية الشباب انه مثلا خلينا نحكي بيشتغل شهر بيشتغل شهر وببطل، هذا تلاقيه بقبض الراتب وبفرك منه. تمام تمام. سيد كايد، حابين انتم ما شاء الله المطعم التركي اشهر من ان تعرفوا في هذا القطاع وسمعتكم طيبة بين الناس، حابين نعرف ما هي الرؤية المستقبلية لهذا المطعم؟ ان شاء الله الرؤية المستقبلية راح نوسع مجال العمل ونستهدف اكبر شريحة ممكن نقدر نصلها في مادبة. حتى الآن عملنا بروشورات، عملنا بزنس كارد، عملنا مواقع على التواصل الاجتماعي، تويتر، سناب شات، فيسبوك، نتواصل حتى نكسب زباين، لأنه مادبة تراث، مادبة حضارة، مادبة سياحة. تتكلم احنا بمر من قدامنا حمامات معين، البحر الميت، بعض أماكن سياحية مثل مكاور وإلى آخره. هذه كلها الزباين لما يمر من ده من المدخل الرئيسي لمادبة ويقرأ أو يكون وصيته فكرة من المطعم التركي، أكيد إلا يدخل ويجرب. ما إن جرب صار زبوني. أي زبون دخل عندي المحل خلاص ما له رجعة. ليش؟ لأنه لاقى الجودة ولاقى السعر ولاقى النظافة. جميل جميل أستاذ كايد. سيد كايد، احنا حابين نسمع منك كلمة عن ثقافة العيب. هلا بالنسبة لجيل الشباب اليوم بتقاعسوا عن العمل وما بدهم يشتغلوا أي وظيفة، يعني مثلا بده يشتغل مثلا ميكانيكي بيحكي لك لا عيب، بيحكي لك مثلا بيشتغل مطعم بيقول لك لا عيب، فلما معاه شهادة جامعية ما بده يشتغل إلا فيها. فحابين إنه نسمع منك كلمة لجيل الشباب. والله أنا بصراحة بعاني كثير من موضوع البطالة ما بين أهلي، أقربائي، جيراني، كثير بحكوا لي ما في شغل ما في شغل، ولكن أنا بصراحة شايف إن الشغل كثير، وأي واحد من جد وجد ومن صار على الدرب وصل، ومن صار على الدرب وصل، من جد وجد ومن صار على الدرب وصل. كل الشباب اللي اجوا عندي وتدربوا واشتغلوا استفادوا. الحين انا اعطيك مثال بسيط، انا شريك للشيخ رائد القاضي في حلويات رائد القاضي في مادبة، نسبة الاردنيين عندي تفوق 90%. سببه ايش؟ سببه انه عندنا عمالة اجوا من عمان واجوا يشتغلوا، فكان شغلهم وتعاملهم ونظافتهم وتربيتهم في المكان الصحيح، فلما جينا هم استفادوا احنا استفدنا منهم. فبالعكس انا بشد على ايدك، واذا في عندك شباب حاب يشتغل اهلا وسهلا فيه في المطعم التركي في ماي ميل بروستد في حلويات رد القاضي، وان شاء الله في عندي ماركات يعني بالقريب العاجل ممكن اسبوع اسبوعين راح ابلغهم فيه اول باول، وان شاء الله لنا لقاء اخر في الايام القادمه ان شاء الله باذن الله. استاذ كايد، طبعا احنا متشرف فيك دائما وابدا، متشرف من الناس الطيبه شرواك. استاذ كايد، طبعا الحمد لله رب العالمين، نحن ننعم بنعمه الامن والامان، والاردن حديقه داخل حريقه. تعطينا كلمة من حضرتك عن نعمة الأمن والأمان. طبعا احنا ما لنا غير الأمن والأمان في البلد، مهما كبرنا ومهما تعلينا ومهما وصلنا نرجع لنعمة الأمن والأمان. لولا الأمن والأمان ما عشنا. صحيح. حبيت احط في صورة كوني ان انا يعني كنت تاجر في المملكة العربية السعودية تقريبا 20 سنة، سمعة الأردني تفوق الخيال. سعر الأردني في السعودية في الخليج اعلى من اي جنسية اخرى، من أي جنسية عربية أخرى. جميل جميل. فهذا الشيء صراحة كان ما يثلج الصدور. كنا نجلس مع القنصل والسفير الأردني وبعض الأعضاء، وكنا نتكلم في أمور في يعني في نعمة الأمن والأمان. في مثل بقول لك عز نفسك تجدها. الأردني عزيز النفس، كريم النفس، وين ما راح وين ما وجه وجهته ناجح. دليل على ذلك انه احنا سمعتنا الخارجيه افضل من سمعتنا الداخليه. صحيح صحيح. ف
نعمة الأمن والأمان إذا نفس المواطن ما سعالها ما رح تجينا من برا. لازم أنت تكون حريص على بلدك، وأنت تكون في يعني ما بين شعبك ما بين مملكتك. ما مستحيل أن يجيك واحد من خارج المملكة يجي يقدم لك نعمة الأمن والأمان. بالعكس، احنا قاعدين كأردنيين بنصدر جيش، بنصدر أمن، بنوقف مع الدول المجاورة. ف يعني جلالة سيدنا طول الله بعمره زرع فينا هذا الشيء، وإن شاء الله نكون احنا عند حسن ظنه، وإن شاء الله ما يكون يعني ما نقدم له شيء طيب لهذا البلد. كلام جميل سيد كايد، والله يا ربي يديمها إن شاء الله من نعمة أمن وأمان. وسيدي لو حالفك الحرب وقابلت جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين، ماذا تود أن تقول له؟ أول شيء هذه بوس على الرأس، احنا بدون مالكنا ما نسوى شيء. الهاشميين يعني احنا في ظل رعاية الهاشميين احنا بخير، ما دام الهاشميين بخير احنا بخير. فنشكر جلالة سيدنا يعني على اهتمامه الكبير جدا. احنا هنا بنشوف رؤساء بنشوف ملوك، ما بنلاقي مثل ملكنا حامينا وحاضننا، وجزاه الله خير في السراء والضراء، في كل كبيرة وكل صغيرة. امين امين يا رب، ان شاء الله نضلنا تحت ظل القيادة الهاشمية، ويخلي لنا جلالة الملك عبد الله الثاني. آمين. طبعا اعزائي المشاهدين، كما يعني كان معنا الاستاذ كايد المليطي، طبعا لقاء جميل للسيد كايد. أرجو أن تسمح الكاميرا بالتجوال داخل المطعم بحيث أن نقدم للسادة المشاهدين عنكم أكثر. أهلا وسهلا فيكم. قبل تجوال الكاميرا لازم تشرفونا بوجبة غداء للجميع، سواء الأخوان والأخوات، حياكم الله. مادة بأهل الكرم وأهل زرم وأهل يعني عشار قبائل المعروفين، احنا طيبتنا واحترامنا للضيف. ما شاء الله ما شاء الله. حياكم الله. ما شاء الله عليك سيد كايد، ما شاء الله عليك، وأشكرك وشكرا لحسن الضيافة. أهلا وسهلا، الله يبارك. السيد طالب الخطاط، بأهلا وسهلا فيك أبو أنس، تحياتي وأشواقي سيد. أهلا وسهلا، حياك الله. حابين تحكي لنا عن مطعم تركي، طبعا ما شاء الله مطعم فخم، فشو رأيك في الموضوع، شو رأيك في الأكل؟ والله حقيقة ما شاء الله علي، يعني هذا المطعم الوحيد اللي أنا وكل اللي معي، إحنا أنا طبعا من الكرك، جاي من الكرك. حياك الله. معظم الناس اللي موجودين هنا من الكرك، أحسن مطعم موجود بمادبة أو بالمنطقة هاي إجمالا، اللي هو على طريقنا، اللي هو المطعم التركي هذا. وانا قبل المره هذه وقبل ما اشوف اللقاء اللي انتم عملتوه قبل هالمره، هم بيعرفوا تبعين المطعم انه احسن مطعم. حتى الناس اللي بيجوا معي بننزل لعمان باستمرار، انا باستمرار ما بميل الا عن المطعم هذا، ما باكل الا بالمطعم هذا، لانه حقيقه يعني المطعم اكله نظيف، والمعامله تبعته تختلف عن المطاعم الثانيه. اثنين، ما في عندهم استغلاليه زي المطاعم الثانيه، يعني انا حتى بالاسعار في فرق بالاسعار شاسع جدا بينه وبين المطاعم اللي على الجهه الثانيه، رغم انه هذا المطعم النظافه متوفره والاسعار يعني متناول الجميع. يعني بتعرف المجتمع تبعنا كيف شكله، اسعاره بتختلف عن هو المطعم الوحيد اللي اسعاره مميزه حقيقه. ان شاء الله يا رب صحتين وعافيه استاذ ابو انس، وان شاء الله يا رب باسم المطعم بالتقدم والى الامام. الله يحييك، اشكرك الف شكر، الله يعطيك العافيه، وشكرا لك وشكرا للقاء. اهلا فيك اهلا فيك. الوطن الحبي هم بس الأردنية، هم بس